تحط بصمة في سماء الانتصار. بصمتك يا خويا هي بصمة أمل. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم، وهذه الإطلالة الجديدة التي نطل عليكم من خلال برنامجكم بصمة أمل. في كل حلقة نتنقل من بصمة إبداعية إلى بصمة إبداعية، ومساحة رائعة متميزة إلى مساحة أكثر روعة وتميز. واليوم بصمتنا في هذه الحلقة وين بتودينا؟ بتودينا إلى عالم العطاء، عالم الحب، عالم الإنسانية بلا حدود. أمانة فكرت شلون أقدم هذه الإنسانة المطاعة، بنت الرجال، أخت الرجال، أم الرجال، ولكن يكفي أني أقول بصمة أمل حطت البنت الكويتية فيها عطاء يفوق كل الهقاوي. بصمة أمل حطت البنت الكويتية فيها عطاء يفوق كل الهقاوي. أم، ما هي أم، أم المثالية. يا هلا والله بنت مبارك خولة حساوي، حياك الله مبارك. يا هلا، الله يسعد مساك. مقدمة أكثر من رائعة، تستحقين. تسلم، الله يطول عمرك. الله يحفظك. دائما هناك أشخاص، شروات، شروا المشاهدين، مهما حاولت أني أختزل الكلام وأني أجمع دواوين اللغة ودواوين الشعر، يبقون دائما أكبر من التعبير. الله يحفظك إن شاء الله. طول الله عزك، شرفت بوجودك. سعيدين بوجودك اليوم وقبول دعوتنا في بصمة أمل. الله يطول عمرك. وقبل يمكن لا نخوض حوارنا شيق مع حضرتك في تفاصيل الحياة الاجتماعية والإنسانية وهذه البصمة الحساوية. هذه خلاص من اليوم لقب البصمة الحساوية، وأتشرف بهذه الكلمة والله يا أبو مبارك. معنا تقرير جهزنا بسيط طبعاً، ما راح يوفي ويكفي كل أفعالك وعطائك في هذا المجال، لكن بعد التقرير إن شاء الله بنتعرف على التفاصيل أكثر وأكثر. نطلع التقرير إن شاء الله. مشاهدينا، بطلع معكم فاصل في هذا التقرير وبرجع أتحاور مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة المحامية خولة الحساوي. خولة مبارك الحساوي شخصية نسائية كويتية لها ثقلها ووزنها الاجتماعي. هي سيدة أعمال ومحامية وأم لأربعة أبناء، وتعتبر خولة الحساوي من الشخصيات النسائية العصامية القيادية في المجتمع. وتسير السيدة خولة الحساوي على نهج والدها ومعلمها المغفور له بإذن الله تعالى السيد مبارك الحساوي. وتمارس السيدة خولة الحساوي أنشطة اجتماعية عديدة، وتبرز في مجال العمل الإنساني وبوجه الخصوص في الأنشطة المتعلقة بذوي الإعاقة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وشفنا هذه الجمالية في هذا التقرير، وشفنا لذة العطاء ولذة أعمال الخير، وشفنا فعلا نتاج ضيفتنا التي تعتز دائما ونحن نعتز معها أنها خريجة مدرسة العم مبارك الحساوي رحمه الله. هذه المدرسة التي جوبلت على العطاء وعلى الأعمال الخيرية الإنسانية، ليس فقط في دولة الكويت إنما حتى على مستوى العالم العربي والعالم فاطمة. أرحب مرة ثانية بالأستاذة محاميتنا خولة الحساوي، حياك الله. أبرك الساعات يا أبو عبد الله، نورتني وشرفتني، الله يطول عمرك. يا ربي حفظك، والله أنت اللي تفضلتي علينا اليوم قبول الدعوة وشرفتينا. الله يطول عمرك. الله يحفظك. مبارك طبعا، يعني دائما نلاحظ اعتزازك واعتزازنا معك أمانة أنك خريجة هذه المدرسة العظيمة، مدرسة العم المغفور لمبارك الحساوي. اليوم في هذه المدرسة وين وصلت المبارك؟ والله شو أقول لك، وهي مو بس مدرسة، هي مدرسة، هي نهج، هي طريق
جامع وشامل. صح. يعني والدي الله يغفر لنا زرع فينا الحب حق هذا الوطن، زرع فينا الوفاء ان احنا ما نخون في اي انسان في الدنيا، وان يبين في عيننا الصغير قبل الكبير. زرع فينا ايضا العمل السياسي اللي انا احاول ما اتقرب يمه وايد لاني ما احب اخلق عداوات مع احد. زرع فينا ان احنا نكون صادقين. والله هم لك الحمد انا ماشيه بنهجه، ودائما اكرر هالكلام لاولادي، اقول لهم يا ليتني اقدر اوصل ربع ابوي، مع العلم انا قاعد يعني اجتهد صح وأقدم اللي أنا أقدر عليه، لكن أنا أعلم علم اليقين أنا صعب أوصل له. حال حياته كنا نشوف أفعاله سواء كانت وطنية ولا اجتماعية ولا سياسية ولا خيرية ولا اجتماعية، كلنا نشوفها. لكن بعد وفاته الله يجعله بأعلى الجنان، يا رب يرحمه. أنا أتكلم عن نفسي وأكيد أخواني مثلي، يعني اكتشفت أشياء عن أبوي قسما بالله أنا ما كنت أعرفها بحال حياته. كنت جالس في مكان جنبي شخص، هذا الشخص سألني سؤال، أنت من أنت حسب عوائدك إيش فيك؟ قلت له والله قاعد أفكر شلون أوفر كراسي لدار المعاقين. كان يقول لي هذا الإنسان الطيب الخير، يا أبو طارق ولا يهمك من كرسي إلى 100. هذا الرجل الطيب الخير قال لي لا أقول اسمه ولكن لا بد أن أقول اسمه، وأنا جاي اليوم لأسلمكم عيدية العيد، الكراسي اللي يبناها حسب طلبكم وحسب المواصفات اللي أنتوا طلبتوها. وهذا الرجل المحسن هو أبو عبد العزيز الأخ الفاضل مبارك الحساوي. إيه فيعني هذه بالنسبة لي وايد كبيرة، عشان كذا لما أقول لك هذا نهج وهذا مدرسة، هذا الخط اللي أنا قمت أكتشفه. في أشياء أنا أسويها أمام الملأ وعيالي يمكن يسمعوني، وفي أشياء أسويها أيضا ما حد يشوفها. يلا لأنها تكون علاقة ربانية بينك العطاء مبارك، لأن أنت في النهاية ما تبي عملت وسوت وبعدين قال وقد قيل. وأنا أعطي المشاهد دليل على كلام حضرتك أنك تحبين عمل الخير في الخفاء أكثر من العلن. والدليل أنا بذكرك بشيء يمكن ذاكرته، لكن راح تقولي ليش قلته، لكن بقوله، هذا حقاق للحق وهذا تاريخ. قبل تقريبا سنتين ونص أو ثلاث سنين أنا كنت متشرف أني أقدم حفل تكريم الطالبات الصم والبكم حفظة القرآن الكريم، وكان برعاية حضرتك الحفل، ولما حضرتي وما قصرتي تأثرتي بالحافظات. بنفس اللحظة أمرتي بعدد فوق 80 جهاز آيباد يوزع الآن بنفس اللحظة، فعلا مكتبك راحوا يابوا الأجهزة بنفس اللحظة بالحفل. كانت لذتك يعني باينة بعيونك وانت تعطينهم وتفرحينهم، وقلت لك يومها بسوي معاك مقابلة، قلت لي لا أنا ما أبي أطلع أتكلم، الشيء أحب أسويه بالخفاء. يعني هذه شهادة يستاهلون. وفي بعضهم تعرف يمكن هو بالنسبة حقه، لا يمكن، لأن الله أخذ منه جزء من النعم اللي صح. المفروض تصير حالة حال أي إنسان، لكن رب العالمين له حكمة فيها. لكن الآيباد راح يكون ملاذ صح. بالنسبة له وشيء عظيم يونسه، فشفت هذا الشيء اللي يفرحهم وهم فرحتهم يمكن تذكر ذاك. أيوة اليوم والله العظيم شيء لا يوصف. أنا أيوة نفسي والله. ليه سيارة وصلوني يعني شيء عرفت أنك تدخل فرحة لأخيك المسلم، عرفت سواء كان بنت ولا ولد. مبارك يعني. أمانة يعني زرعتي حب على مدى السنوات الماضية، والآن جاء موسم الحصاد، قاعد أشوف حب الناس لك مو بس بالكويت، يعني حتى في دول الخليج الدول العربية. هذه المحبة اليوم، هذه موهبة، هذه نعمة من رب العالمين، ما يأتيها لأي إنسان. صحيح. بالفعل يعني شعورك وانت تتعاملين مع الناس في هذا الموضوع. أنا قبل شوي يمكن سولفنا خارج اللقاء، الناس تشوفني إن أنا وايد يعني يعني شيء اللي أنا مو صحيح، أنا طبيعتي وايد شعبية. صحيح. بسيطة جدا. وبسيطة جدا. وأحمد الله إني أنا أخذت هذا الشيء من والدي، هذا فضل الحمد لله، لأن هذا شيء أنت ما تتصنعه، هذا شيء أنت طبيعتك صحيح. تتصرف. فلما أطلع مع أولادي أحياناً مثلاً أشرب قهوة بأي مكان، ولا مثلاً أكون بسوق وياهم ولا شيء، اللي يني ويسلم خول الحساوي، ولا بيتصور، ولا بيقول لك كلمة حلوة. يعني أنا دائماً أقول لهم، أقول لهم يا عيالي هذا ترى عمره ما يجيب المال أبداً،
هذا هذا يجيك يعني عرفت أكيد أنت لك فعل طيب غرست بهالناس اللي ردت فعلهم صارت كذي. سر بينك وبين ربك. أنا أحمد الله وأشكره يعني على هالمحبة. بالفعل وإحنا والله العظيم نفخر بوجود أيقونة بحجم خولة الحساوي من الإنسانية بك. يعني نفتخر إن الكويت ولادة اليوم بأمثالك والله العظيم جد. عرجتي فيني على العيال الله يحفظهم. أنت دائما تقولين أنا عندي تاج في أربع جواهر، أكبر جوهرة فواز الله يحفظه إن شاء الله. أنا أقول عندك أربع أسود الله يحفظهم إن شاء الله. أي والله لو أبي يعني أعرج لهم واحد واحد بجملة تعرفين لي إياه مبارك الكبير الله يحفظه، شو تعرفينه بجملة؟ مبارك اسم على مسمى الله يحفظه. مبارك أنا سميته مبارك وكنت أتمنى أني أشوف في أحسن الصفات والله بارك لي بهذا الشيء. مبارك أنا أشوفه أبوي مبارك، حتى لو تسأله قول لأمك شو تناديك، أنادي أبوي مبارك. الله إيه، فأحس أبوي وأحس حبيبي وأحس كاتم أسراري واليوم داق علي معطيني حلمي وسع الصدر عرفت يعني، حتى لما يسلم علي يبوسني على رأسي وبيطلع أستودع الله لأنه ما أدريش بيصير فيني. اسم الله عليه لو ضد حزن أي واحد فيهم لعل ما يجي هاليوم إن شاء الله يجعل يومي قبل يومهم، لأني كرست حياتي ومضيت عمري أني أنا أربيهم وأوصلهم هالمرحلة والحمد لله أني شفتهم وكبر وتزوج وياب لي خولة الصغيرة وزوجته ما يحتاج بعد يعني عين السيح مثل حبيبة. هاي بالنسبة لمبارك محمد. لو مهما تكلمت عنه ما راح أخلص، بالذات هو لأن أبوي يعتبر الأبو العود أبو محمد. قبل محمد في ضاري عشان لا نهضم حق ضاري. ضاري أنا حتى مخزنته بتليفوني، ضاري الحنون. الله. ضاري يمتلك صفات الحنان الوفاء الصدق عنده، يعني من كثر ما هو صادق ما يعرف يجامل يعني، حتى ساعات عقش مرة نضحك ونطفر صحيح. لا ما عنده أبدا. فهو حنون يعني رومانسي طفوح رومانسي بس خافت إيه؟ مو الكل يعرف طبعه، القريب لضاري اللي يعرف طبعه عدل. ضاري توه متزوج صار شهرين البركة. وسبحان الله الله رزقه في زوجة نفس أخلاقياته طيبون للطيبات إيه؟ نفس يعني الحبابة آه. ونفس الحنان ونفس الطيبة، وهذا يعني فضل الله أكرمني فيه الحمد لله. سواء بزوجة مبارك ولا زوجة ضاري. ني محمد، محمد هو عسل البيت الله يحفظه والله عسل. وهو هو الشقي، هو المجرم. شنو الكلمة؟ هو الحبيب اللي يقولها لك دائما، ودائما يقول لي من أطلع بلقاء يما لما تطلعين قولي أنا أحب محمد، وأنا الحين أمام الملأ أنا أحب محمد. والله محمد كلنا نحبك ونحب مبارك ونحب فواز ونحب ضاري، والله كعائلة تنحبون. بقى الحب عاد أيقونة الحب فواز حبيبي وصديقي. لكن فواز أبي له بارت بروحه، رايحك بالفاصل بعد التنهيدة لأن فواز يبي له مشاعر بروح الله يحفظه. وأرجع معاك بعد الفاصل. مشاهدينا لا تبعدون، فواز أيقونة الحب بتعرفون أكيد تفاصيل أكثر وأكثر عن هذا البطل الكويتي اللي بالفعل اليوم أصبح أيقونة ومثل لكل أبنائنا من الداون سندروم في دولتنا الحبيبة الكويت. خلكم معنا بعد الفاصل وبرجع تواصل. ماما تولاف ماما سرات شوفي هي ماما ملاف اف كلاف كجاني الا في قلنا ساوي تولاف يو. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وشفنا أيقونة الحب صديقي الحبيب فواز هذا البطل الكويتي الجميل، وشفنا التعبير الإنساني، شفنا نظرات العيون، رسالته للأم، الأم اللي تستاهل والله، محاميتنا الأستاذة الجميلة وأختنا العزيزة خولة الحساوي مبارك السعد مساج الله يطول عمرك الله يحفظك مبارك. طبعا خلصنا من العسل محمد الله يحفظه، خلصنا من محمد بس هضمنا حق زوجته الجديدة توها داخل علينا. البركة البركة حبيبة وبنت تستعمل. حلال والله يسعدها إن شاء الله. مبروك يا محمد. هو محمد معرس جديد. البركة أمين. ونتمنى له الذرية الصالحة إن شاء آمين. الله والصلاح يا رب. الله يبلغني بذرياتهم اللهم آمين. إن شاء الله. طول عمرك أم مثالية والله أم مباركة الله يطول عمرك. فواز هالأيقونة الجميلة اللي يدش القلب
والله العظيم من أول ما تشوفه تحس أنك تعرفه صار لك سنين. أكيد تأثر وأكيد أنت زرعتي فيه هذه الخصلة الاجتماعية الجميلة. نبي نعرف أكثر. والله شو أقول لك أبو عبد الله، أنت فتحت كتاب ما يتسكر يا الحين. الله. فواز أقدر أقول لك قصة حب. أنا ليس دائما كل الناس بس يشوفونه لما أطلع أنا وياه ينادون الحب. الله. وأنا فرضت هالكلمة عليه من البداية. والله أن الحب. أنا أكون صادقة يعني أول ما يبتى يمكن تأثرت بثلاث أربع أيام وهذا أمر طبيعي كأم. صحيح. بعدين فرش سيادتي وأنا بقول هالكلمتين أبي كل أم تسمعني عشان تستفيد من هالرسالة اللي بوصلها. فرش سيادتي وطلبت من الله الثبات. ما يمديني سلمت أنا يعني شيء مسح على قلبي. لا لا. ومن هذه اللحظة حتى اليوم فواز الحين بشهر 7 يدخل 14 سنة العمر كله زرعت فيه الحب. فواز اجتماعي من الدرجة الأولى. صحيح. ثقته جدا عالية بنفسه، يدرس في مدارس عادية. يعني مو معنات هذا أن فواز داون سيندروم أن أنا لازم يعني أدور الشيء مثل أقعده في البيت أو أستحي منه. صح. أو أني ما أطلع حق العالم الخارجي. أنا بالعكس يمكن فواز أكثر واحد سواء ظهور إعلامي أو ظهور خارجي أو في مكتبي وياي. صح. وكثير من الأمهات الله يحفظهم اللي الله يكرمهم في هذه النعمة اللي هي باب جنتهم. يعني دائما يدخلوا لي في الخاص شلون تعاملينه، شلون تتعاملين معه. فواز ما ينقال له الكلمة. فواز أسهل من البشر الثانيين لأن فواز سهل تأخذين الحب الدائم معه، قلبه ما يعرف النفاق. صحيح. فواز وأمثال فواز ما ينتظرون منك كأم شفقة، نقاء فيهم النقاء. بالضبط. أيوة. فما ينتظرون شقاء، ما ينتظرون عفوا نفاق. صحيح. أو أنك أنت تنافق يحبك هو إيه أبدا. فتلاقي حبيب محترم. يعني أنت مثلا وأنا يمكن نفسيتنا تضايق من موقف فيدخل عيننا واحد ما نخلق، لكن فواز لا، حبيب مع الكل. أيوة والله. هم قلوبهم كذي الله خلقهم. أول ما دشينا عسل بيت عامر بهلا يا رب. بالضبط. أول ما دشينا هو أول واحد استقبلنا. أي يا حبيبي. فرحته وشون ترحيبه والكلمات اللي بينكم، شنو الكلمات المبارك؟ أنا كله ناديه خلف جداني. يا خلف جداني. وهو طبعاً يرد علي خلف جداني. أنا ناديه شعرة يوفي. صحيح. شغل عيايز. ويرد علي شعرة يوفي. عاد هو عاد طلع هذه الكلمة الجديدة يور ماي ترو لاف. حبي الحقيقي. لأن مشكلة فواز هم أكثر الداون كذي، أفضل إنك تركز معاه بلغة واحدة. صحيح. وأنا كل دكاترة أنصحوني بهذا الشيء. صحيح. طبعاً درست وتبحرت وجبت لدكاترة من برا وعشت معاه أجمل أيام عمري الأربعة عشر سنة اللي أنا عايشتهم معاه. تحكي انجليزي فلوينت، يفهم عليك بالعربي بس يرد عليك بالانجليزي. صحيح. ضايق خلقك، انا اتكلم عن نفسي، ضايق خلقي انادي فواز يمسح على قلبي. فلكل ام تسمعني في هذه اللحظه ارفعي راسك افتخري. صح. ان الله عطاك جنه بالدنيا وجنه بالاخره. الله، كلمتك المعهوده احس انه بياخذ ايدي. بالضبط. ياخذني معه. بس ها هو ياخذ مو ايدي بس، وياخذ إيد كل أم الله أكرمها بهالنعمة رح ياخذ إيدها. بس لا رب، أنت خلي بالك أنت تحت ميكروسكوب. صح. رب العالمين قاعد يراقب، ما تقطينا على خدم، ما تسكين الدار عليه، لازم تراعينا، تعطينا أفضل الأكل، أحلى اللبس، تسافرينا بالفيرست كلاس إذا تسافرين أو بالبزنس اللي هو يكون، تشوفين حاجاته مثل ما تشوفين حاجاتك. عاطيه مشون أنت تعطين نفسك، بس عاطيه تربل وأخذي عاد. يعني هو مثل السفنجة خافين عليه. يا ويلي عيوني المركبة فواز، عيوني المركبة. أنا أقول حق عيالي شو تخافين عليهم؟ الله يحفظهم ثلاثتهم الكبار، مبارك وضاري ومحمد، لكن ثلاثتهم يعلمون علم اليقين أن فواز طايفهم تيربو. الله. يعني إيه فواز غير ما أقدر أقول لك. شوف عيونك حتى تغارق يوم تتكلم عن فواز. أموت عليه أبو عبد الله. الله حفظه. في معاني حب بيني وبينه، يعني أنا أدري عيالي يحبوني وأدري يموتون علي وأنا أحب الأرض اللي يمشون عليها، لكن هذا كأنك مولع بنزين على حد من الحب. الحب ما ينزل، ما ينزل عنده بكل وقت، وأنا قايمة ماي ترو لاف هذا البر، حبك وموت عليك. وهذا وين؟ وين هذا زرعتي أم مبارك خيتي، أنت زرعتي وقاعد تجنين. أنا مصر لله. من بداية الحلقة أنت زرعتي حب على مستوى الأبناء، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الخليج والوطن العربي زرعتي
والآن قاعد نشوف حتى انعكاس هذا الحصاد على وجهك تبارك الرحمن، يعني هذه البشاشة، هذه الابتسامة تنم عن سلام داخلي، عن رضا، راضية اللي وايد وايد راضية بقدري وراضية بما قسم لي، لأني أنا على يقين أن الله عطاني أكثر مما أستاهل. وقلت لك أنا يمكن في لقاء قديم كنت 3-4 سنين يعني يوميا أدعي لهم بالليل، يعني أقرأ قرآني وأدعي حق واحد واحد، بس سامحوني عيالي يسمعوني الآن، يعني أنا فواز أدعي له أكثر أن الله يثبته بعقله أكثر. قمت وأنا أدعي آخر دعائي أقول يا ربي سامحني أن أنا ثقيلة عليك، لا إله، لأن الله عطاني أكثر ما استاهل. يعني الله أحس أن الله مفضلني عن البشر، أن أكرمني في أولاد بارين، صح، أكرمني في أبو كان راضي علي قبل الله ياخذ أمانته، رحمة الله عليك، أكرمني في أم حبيبة، حبيبة وايد أمي، يعني فهم التخيل، وأكرمني بفواز. فأنا شنو أبي من هالدنيا؟ قولي شنو أبي من هالدنيا؟ إذا الله عطاني هالنعم الأربعة بين إيدي اللي بس يتمنون رضاي ويتمنون كل واحد فيهم إنه يطلع من البيت يحبني على رأسي ولا يحبني على إيدي، أنا بالنسبة لي عايشة بجنة أعتبر. واللي الله يقدرني قاعدة أسوي حق فواز مثل ما قلت لك قبل شوي، دخلت خيل ولأني ودي أطلع منه شيء في ركوب الخيل، سباحة، أنا علمت السباحة وبيوتي من فضل الله، قلت لك الله عطاني أكثر ما استاهل، الله ينعم عليك، والله يرحم من ورثني ويرحم أبوي اللي عيشنا بعز في حال حياته وفي عز في بعد ما ماته، واللي إن شاء الله أنا قاعد أتعب وأسوي هذه الثروة وأنميها عشان أحفاد أحفادي يعيشون بعز وكرامة وإنه ما يحتاجون لحد. الله يحفظك ويدومك على رؤوسهم إن شاء الله، ويرحم الوالد الله يغفر له اللي أنتج هذه الأسرة العظيمة المثالية. أنتم أسرة عظيمة جد، يعني شهادتنا مجروحة والله، ما مبارك فيكم، وأثرتي فينا بكلامك، وما يعني ودي أكمل أسئلتي لكن خلنا نطلع فاصل، لأن أنا وصلني الشجن اللي يعني قاعد نشوفها بعيونك وبنبرة صوتك، بس اللي أقدر أقوله الله يتمم عليكم الحب والعافية والنعمة إن شاء الله. خلي أريحك بهذا الفاصل، مشاهدينا بطلع معكم هالفاصل وأرجع أتواصل، خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وما زلنا مع أيقونة العطاء وأيقونة الحب والعمل الخيري محاميتنا الجميلة وأختنا العزيزة الأستاذة خولة مبارك الحساوي. حياك الله مبارك. الله يحييك أكثر ويعزك. مبارك سحبتينا في الفقرة السابقة إلى 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 مشاعر وغرس مشاعر الحب على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع، وأيضا هناك إنسانة ما أقدر أتجاوزها، والدتك اللي مسي عليها عبر برنامجنا، الله يطول عمرها يخليها على راسك يا رب، يحفظها. هذه الإنسانة العظيمة، هذه الأم العظيمة اللي اليوم فعلا أستاذة خولة الحساوي هي امتداد لهذه الأم، امتداد لهذه الشجرة المعطاءة، ايش تحب توصلي لها؟ لا أنا أمي بعد عمري الله يخليها على راسنا، أنا اليوم أنا ما أعتبرها أمي، أعتبرها جنة بنتي. لأن أمي وصلت إلى عمر الآن اللي تحتاج الحب، وتحتاج إحنا من عندنا عطاء، وتحتاج من عندنا إحنا أن ندللها، لأنها خلاص كثر خيرها، أدت الرسالة، زوجتنا، شافت عيالنا، شافت إخواني الكبار، شافت عيال عيالهم، فالله يخليها على رأسنا إن شاء الله. يعني أنا عمري ما رحت لها يعني بالسنين الأخيرة حتى من حياة أبوي، وقلت لها عندي مشكلة، لا المفروض أنا أمتصها، أمتص حزنها وأمتص يعني زعلها، الله يحفظها. أنا يطري علي في إحدى مقابلاتك في رمضان الفات أثناء الحظر، كانت متواجدة في الإمارات، بيتها في الإمارات، صحيح، الله يحفظها، صحيح، فكنت حريصة في كل يوم تطرشي لها نقصة الحلى، صحيح، وأنت بالكويت، صحيح، تستاهل يا بعد أمي، لأن هي مغرقتنا بفضالها يا حلو، فإحنا مهما سوينا ما نطلع من جزاها، وإحنا نرسل لها قبلة على جبينها نقولها فعلا انت ام عظيمه وام مثاليه، الله يحفظها. اي والله مبارك، ابي اعرج ايضا على انجازاتك كثيره لا تعد ولا تحصى، تبارك الرحمن
دعمك لا يعد ولا يحصى في مجال الخير. حتى فواز اسم الله عليه دخلتي في مجال العطاء ودعم القضايا الإنسانية. في فيديوهات كثيرة أنا تابعتها لكم، حتى الفيديو اللي الآن قاعد نشوفه على الشاشة هذا من أكثر يمكن الفيديوهات اللي أنت تحبينه، سحب الدم هذا وحقق أعلى نسبة مشاهدة. أي والله، لا لأن فواز أنا وايد أنا ما شاء الله محبيني كثار، صحيح، فكل اللي يحبوني يتابعوني ويتابعون فواز، ففتحت الحساب وقمت منشن حق فواز، صحيح. فالحين ثلاث أربع محبيني صاروا عند فواز، الله. فعشان كذي الفيديو نحط هني ونحط هني، فسوى مشاهدة عالية. كل سنة أنا أسوي له فحص دم فواز، صحيح. بس يومها المرة كان جاية عندي أنا، عشان أنا كان عندي مشكلة ظني فيتامين دال أو شيء ما أعرف فيه، كانت عندي مشكلة صحية، فكلمتها فجاتني البيت وأنا جبانة في الأوبر. أنا حتى أولادي هم صغار بطعمهم في المستوصف ما أدخل معهم، أخاف، ما أحب أشوف الإبرة تدخل الجلد، تكشيني، أخاف، إيه؟ أخاف وايد منها، إيش كبري ولحين أخاف. فطبعا حط إيده على راسي، شو أنا أقرأ عليه بعد كل صلاة، وحط إيده على راسي ونفث، يا ريت الحين ويانا كان خليتك تسوي هالحركة تشوفها. فقلت له خلاص فواز راح نبتدي فيك أنت اللي هذا. قال لي أوكي، ما عنده مشكلة، بس مو فاهم الموضوع، صحيح. مو فاهم إنه في دم وهو بيخفف عني بس. المهم أنا قعدت في الأرض وحطوا الإبرة وقعدت أعدله من 1 لـ10، يلا يلا يلا. وطبعا هو ماسك نفسه كله خايف علي، إيه معطيك أنت، ما يبي يزعلني. وخذوا الدم منه، قلت فرصة الفحص السنوي يعني أسوي له إياه. فلما خلص وصلنا رقم 10، 1، 2، خلصنا رقم 10. فأنا قاعد أشكر البنت عشان أعلمك شون من الأشياء اللي أنا زرعت فيها حتى رجولتي، الله. فأشكر البنت، كان أقولها good girl حق البنت، حق البنت اللي قاعد تسحب الدم، نيرس، كان يقول، كان يطالعني بعصبية كذي، كان يقول لي boy، فأنا عبال أنه girl، قلت له أنا ما أقصد رجال سيد الرجال بعد يعني. فهذا الموقف وايد أثر فيني، وفي نفس الوقت قال لي وانتي، قلت له الحين دوري. فالبنت وهي قاعدة تأخذ الدم مني وهو قاعد يمي ويمسح علي يمسح علي ويقرأ علي، الله. فأنا قمت أركز فيه ونسيت نسيت نفسي. الإبرة نسيت الإبرة عالجت. عشان كذي أقول لك العطاء والحب، صح، اللي عند فواز ما له حدود. بسم الله عليك. عشان كذي أنا أرد أعيد كلامي، كل أم لازم تفتخر وتغذي كثر ما تقدر لأنها راح تحصل أكثر. جميل. أم مبارك، اليوم أبنائنا يعني سواء من فئة الداون سندروم سواء من ذوي الإعاقة بشكل عام، وين وصلنا بالكويت يعني؟ راضية على ما وصلوا إليه اليوم؟ أنا والله سامحني أبو عبد الله، أنا ما أحب أنتقد يعني ولا أحب، لأن يعني أنا أحب تراب الكويت، صح، وأحب أرض الكويت وأحب أميرها وأحب ولي عهدها وأحب، صح، شعبها. فيمكن أنا رقم زريليون اللي تنتقد، لكن أكون يعني بهذا الأمر في اللي يخص الداون سيندروم أو اللي يخص إخواننا اللي عندهم بعيد الشر اسم الله عليهم اللي عندهم بعض الإعاقات، صح، أحس مقصر في حقوقهم. يعني أنا ما ودي أقول هالكلام بس هذا واقع، صح. يعني من فضل الله يمكن أنا الله أكرمني، بس غيري الله ما أكرمه، صح، ما عنده، صح، بل بالعكس المفروض أنا إذا الدولة قاعد تساعد مرة فأنا ساعد 10 مرات، صحيح. إذا الله مكرمني ليش لا، وانت قاعد تساعدين الدولة وأنا بفضل الله أصلا في دعم هذه القضايا الإنسانية. الحمد لله أنا بمكتبي مع المحاماة عندي جزئية، وأنا مبلغة في لقاء سابق، حلو، أن جميع إخواني اللي عندهم من أهل الهمم، ما بيقول إعاقة لأن كلمة هم ما يستحقونها، يستحقون الأفضل، أن أنا ما عندي أي مشكلة أرفع قضاياهم ودون مقابل، أدفع رسومهم ودون مقابل، الله. وإذا، وأنا ما أفضل أمشي بدرب القضايا وايد، لكن إذا في أمر أقدر أحله ودي بموجب علاقاتي اللي كسبتها من هالإنسان الطيب اللي هو والدي أحلها، الله. وإذا حسيت إن في حاجة، خلنا نقول مثلا سرير، مثلا كرسي، مثلا هذا الووكر أو الشيء هذه، والله أنا أسويها بإذن الله. إخواني هذي بالنهاية، هذا مو فضل ترى، ولا هي حسنة، هذه واجب، هذه قيمة زرعها يعني العم مبارك الحساوي رحمة الله عليه، واليوم قاعد نشوفها بعيال مبارك وبأحفاده تبارك الرحمن. مبارك يعني أجمل من ختمة هذه ما راح أقدر أكتب، الله يطول عمرك. إي والله، هذا الحب وهذا العطاء مشاهدينا يعني إخواني ذوي الإعاقة، رسالة حب وجهتها الأستاذة العزيزة الغالية المحامية خولة الحساوي، تقول أنا مسخرة مكتبي ومسخرة اللي الله عطاني وأقدر عليه أوفره بحب بعيد حتى عن القضايا، أنا ما أقصر. وشفنا
ويمكن أنا شخصيا والله شعرتي مجروحة. فبعد هالرسالة الجميلة الإيجابية ما أملك إلا أقول لك مبارك ألف شكر. الله يطول عمرك. شكرا للعم مبارك الحساوي رحمة الله عليه اللي أنجب لنا هذه العائلة الإنسانية المثالية اللي نفتخر اليوم بوجودها بدولتنا الحبيبة. عشان كذي بداية حديثي كنت أقول لك إن شاء الله نوصل ربع أبوي، لأني أنا مهما سويت بعدي صح توني بولا ابتدائي. الله بيني وبينك كلنا إن شاء الله نوصل ربع اللي سواه العم مبارك الحساوي. ألف شكر. ويرحم موتى المسلمين. آمين يا رب. شكر لإخواني أبنائك الكرام. الله يعزك. ويعني الأسرة الكريمة اللي استقبلتنا بحب وما زالت تعطينا هذا الحب في برنامج بصمتنا. ألف شكر. شرف لي. الله يطول عمرك. تسلم يا أبو عبد الله. مشاهدينا الكرام، يعني شفنا هذه الكمية من الحب والعطاء والإيجابية من خلال ما أقول ضيفتنا، لا والله هي صاحبة البرنامج، واليوم احنا ضيوفها بهذا العطاء وهذه الإيجابية، الأستاذة محاميتنا الجميلة خولة الحساوي. إن شاء الله أن وفقنا في نقل هذه البصمة المتميزة من بصمة أمل، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله إن كان في العمر بقية في الأسبوع القادم وحلقة جديدة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، إلى اللقاء. بصمة في سماء الانتصار، بصمتك يا خو في بصمة أمل. بصمة أمل.